وانا حبيت اجرب البخور نفسه على الذباب داخل حوض من الزجاج، وتركت البخور في الحوض فترة كبيرة مع الذباب، ما حصلش اي تسمم للذباب، وده معناه ان المادة الفعالة بتعمل على طرد وابعاد الحشرات وليس على قتلها. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبابنا الكرام في حلقة جديدة من حلقات كوكب الطيور والحيوانات. بإذن الله كلامنا النهاردة هنتكلم فيه عن أقوى أنواع البخور المتداولة في السوق اللي بتقدر إنها تطرد الناموس وتقدر كمان إنها تطرد الذباب والحشرات الطائرة. البخور اللي هنتكلم عليه النهاردة بخور فيه متناول الجميع، سعره رخيص جدا، العود الواحد تمنه 2 جنيه فقط. لكن قبل ما اتكلم عن هذا النوع من انواع البخور لازم كلنا نعرف ان اي بخور اثناء الاستخدام داخل المنزل او داخل غرفة النوم في احتياطات لازم توافرها او في احتياطات لازم اتخاذها كويس جدا، لانها مادة مشتعلة داخل المنزل او داخل غرفة النوم، فواجب عليك الحذر اثناء استخدام اي نوع من انواع البخور داخل البيت. طبعا في ناس كتير جدا مش بتحب تستخدم المبيدات الحشرية، اول حاجة بسبب الروائح الكريهة، تاني حاجة بسبب المشاكل الصحية اللي بتسببها سواء للناس اللي هم عندهم امراض صدر مزمنة، كبار السن او الاطفال اللي بيعانوا من بعض انواع الحساسية. ففي بعض الناس بيحبوا ان هم يستخدموا البخور كبديل كويس رخيص، بديل قوي وفعال عن المبيدات الحشرية. عشان كده بإذن الله كلامنا النهاردة على نوع من أنواع البخور متداول بصورة كبيرة وبالأخص في المناطق الريفية، وهو بخور لوجن. وهذا النوع من أنواع البخور متداول بصورة كبيرة جدا داخل مصر، هتلاقيه بنسبة كبيرة في المحلات اللي بتبيع الأدوات المنزلية أو أدوات المنظفات، هتلاقي موجود عندهم هذا النوع من البخور. سعر العود الواحد من البخور ده بيتباع بحوالي من 2 جنيه لحوالي 2 جنيه ونص. كلامنا هيكون عن الأعراض الجانبية، عن مميزات هذا النوع من أنواع البخور، عن طريقة الاستخدام الصحيحة الآمنة اللي لازم نتبعها كلها. كمان لازم تعرف ان الشركة نفسها حاطة تحذيرات اثناء استخدام هذا النوع من انواع البخور، وده طبعا للمادة الفعالة الموجودة في هذا النوع اللي هنتكلم برضو عليها النهاردة. عشان تستخدم النوع ده من البخور لطرد الناموس او الذباب فلازم تكون عارف كويس جدا انه حتى لو مش بيحتوي على مواد سامة فهو ايضا بينتج عن عملية الاحتراق غاز ثاني اكسيد الكربون وبعض الزيوت النباتية، يعني ما ينفعش نهائي انك تشغله في غرفة النوم وتقفل الشبابيك وتنام. ما ينفعش انك تقفل الغرفة وانت قاعد وتشغله داخل الغرفة. لازم عشان تستخدم النوع ده من البخور او اي نوع بخور طارد للناموس لازم تكون في مكان جيد التهوية، النوافذ تكون مفتوحة، وانت مش محتاج منه اكتر من انه يطرد الحشرات ويبعدها عن المكان. وبصراحة البخور ده مش بيقتل الحشرات ولكن بيسبب ازعاج لحاسة الشم للحشرة، ومش بتقدر تحدد هدفها من المكان وبتهرب بسرعة خارج المكان. طب ايه هي مكونات بخور الناموس اللي بنتكلم عليه النهاردة، وايه هي المادة الفعالة اللي بيتم استخدامها في البخور ده؟ المادة الفعالة الموجودة في البخور اللي بنتكلم عليه النهاردة هي مادة تسمى السترونيلا، ولو بصيت على العلبة نفسها هتلاقي مكتوب المادة الفعالة سترونيلا بنسبة 6%، يعني 6 جرام لكل كيلو بخور. المادة دي بيتم استخراجها من أعشاب ونباتات تزرع في دول آسيا وتسمى نباتات السترونيلا. الزيوت دي بتدخل في صناعة أكتر من 10 أنواع من المبيدات الحشرية، بتدخل كمان في صناعة علاجات الشعر والبشرة، وبرضو بيكون بنسب معينة. بيتم كمان استخدام زيوت السترونيلا في بعض الصناعات الأخرى، وكل صناعة بتكون بنسبة معينة. طيب هل زيوت السترونيلا زيوت سامة ولا لا؟ في الحقيقة المادة دي تأثيرها بيكون حسب نسبتها
ولكن مثبت علميا انها ليست مادة سامة. بالنسبة للبخور فاساسا النسبة الموجودة منها والمكتوب على العبوة هو لا يتخطى 6% زي ما انتوا شايفين. وانا حبيت اجرب البخور نفسه على الذباب داخل حوض من الزجاج، وتركت البخور في الحوض فترة كبيرة مع الذباب، ما حصلش اي تسمم للذباب، وده معناه ان المادة الفعالة بتعمل على طرد وابعاد الحشرات وليس على قتلها. يعني لو بصيت وركزت هتلاقي الدبان حتى ما دخلتش من الدخان، وده بيأكد ان البخور طاد للحشرات وليس قاتل للحشرات. لكن بصراحة نوع من انواع البخور القوية جدا والرخيصة والمتداولة في السوق بنسبة كبيرة. هنا برضو في الاحتياطات، في احتياطات الامان والاسعافات الاولية على العبوة، بيقولك انه في حالة الاختناق ينقل المصاب الى منطقة جيدة التهوية. في حالة وصول المبيد او المحلول للجلد يجب غسله جيدا بالماء والصابون. في حالة اصابة العين تغسل بماء وفير لمدة 15 دقيقة ويعرض على الطبيب. في حالة ابتلاع المبيد ينقل المصاب الى مركز لعلاج السموم. طبعا زي ما انتوا شايفين الشركة كاتبة تحذيرات كتيرة على العبوة، لازم برضو حضرتك تاخد الموضوع بجدية. ان البخور اثناء الاستخدام لازم تفتح الغرفة وما تكونش غرفة مغلقة، لازم كمان تهتم بالمكان اللي بتشعل فيه عود البخور وتكون مراقبه منعا لحدوث اي حرائق لا قدر الله. لازم تحط العود على حامل ويكون حامل غير قابل للاشتعال. كمان لازم تبعد البخور اثناء الاستخدام، تبعده عن الاطعمة وعن المشروبات. لازم تغسل ايديك بعد استخدام، لان المادة الفعالة او ممكن يكونوا هم ضيفين مواد تانية مش مكتوب عنها او ما تكلموش عنها على العبوة. المهم ان لازم تاخد حذرك اثناء استخدام بخور طارد الناموس. بكده وصلنا لنهاية الحلقة وتعرفنا عن نوع من انواع البخور المتداول في السوق واللي بيتم استخدامه بنسبة كبيرة جدا في الاحياء الشعبية وفي المناطق الريفية في مصر. كمان عرفنا المميزات والعيوب لهذا النوع من أنواع البخور. بتمنى حلقة النهاردة تكون قدمت ولو إفادة بسيطة لحضراتكم. بتمنى كمان منك الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس. كان معكم أحمد رمضان من قناة كوكب الطيور والحيوانات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا.